على النبي عليه الصلاة والسلام: المختلعات، المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. المرأة يعني هذه للأسف الشديد اللعابة اللي عاشة مع زوجها عيشة طيبة، والرجل صالح وطيب وقائم بالحقوق وتوفير الحظوظ ومو مقصر، ها، لكنها حابة تغير مثل ما يقولون. هذه يعني تندرج تحت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المختلعات هن المنافقات. أما إذا كانت المرأة لا، مثل ما قالت جميلة بنت عبد الله لما أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، هي زوجة ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، قالت: يا رسول الله، والله إني أكره الكفر في الإسلام. قال: وما ذاك؟ قالت: لا أطيق ثابت، ما أحب أبدا، ما يمكن إني أنا، ما يجتمع رأسي ورأس على وسادة كما عند الترمذي، ما يمكن. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المرأة، طبعا هي ماذا قالت؟ قالت: والله يا رسول الله لا أنقم على ثابت، لا في خلق ولا في دين. شوف يعني اعتدال المرأة وعدلها، قالت: أبدا، دينه وأخلاقه ما عليه شيء، ما عليه كلام مثل ما يقولون، لكني ما أستطيع، ما أتحمل، أخشى الكفر. قال العلماء: كفران العشير، إني ما أقوم بحقه واجبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال: تردين عليه حديقته، لأن المهر كان حديق. قالت: نعم يا رسول الله. فقال ثابت استدعى، قال: طلقها. فحصل الخلع، حصل الخلع.